استحقاقات الهامة على رأس اجتماع الأوبك القادم، ولكن اسمحوا لنا بداية أن أرحب بضيفنا في استوديو البرنامج السيد علي حمودي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أداء الخدمات المالية. أهلا ومرحبا بك معنا. يبدو أن التصريحات تأتي متوالية قبل اجتماع الأوبك. دعنا نلقي نظرة على أسعار النفط أو كلا النفطين، البداية مع الخام الخفيف الأمريكي. طبعا كان نهاية الأسبوع الماضي قد استمعنا إلى وكالة الطاقة الأمريكية وجاءت على بيانات انخفاض المخزون، لكن ذلك لم يستمر طويلا، ليعود الخفيف يتداول على مستوى 60.37 دولار للبرميل. أما مزيج برنت فنلقي نظرة أيضا عليه، وبرنت الأكثر استسلاما لأوضاع المنطقة نجده أيضا على مكاسب 20 نقطة المئوية إلى مستويات 65 دولار وقرابة سنتين. قد تكون تصريحات الأبرز اليوم سيد علي، أرحب بك، الصادرة عن لسان إيران بأن أوبك ستبحث خفض الإنتاج للدول التي قامت برفع إنتاجها بعدما كانت هناك عقوبات سارية على إيران. ما الذي سيحدث بالفعل إذا ما قامت هذه الدول بتخفيض إنتاجها؟ طبعا هذا يعتمد إذا كان فعلا تم رفع الحظر على تصدير النفط الإيراني، ويعني هذا ربما على الورق سوف يتم الإشارة إليه، بأنه بالتأكيد الذي غطى على ما كانت المفروض تنتجه إيران الآن عليه أن يرجع مرة ثانية لتخفيض الإنتاج، وذلك ليعطي فرصة لإيران للتصدير. ولكن السؤال، هل هو فعلا يعني حتلتزم الدول المصدرة أو التي سوف يطلب منها تخفيض الإنتاج؟ هذا هو السؤال. ردا على ذلك، ربما من جهة أخرى تجد تصريحات السعودية تعود بنا من جديد، وأنت تعلم جيدا النعيمي تحديدا عندما يصدر أي تصريح هنالك أذان صاغية وردة فعل، وكان قد توقع وزير البترول السعودي علي النعيمي أن ينتعش الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الحالي مع تراجع المعروض، وذلك في علامة على نجاح الاستراتيجية السعودية الرامية إلى الدفاع عن حصته في السوق. وكان قد رجح النعيمي أن تقترح السعودية عدم تغيير السياسة الانتاجية لأوبك في اجتماع المنظمة يوم الجمعة القادم، وأضاف النعيمي أنه ليس قلقا لاحتمال زيادة إمدادات النفط العراقية أو الإيرانية في وقت لاحق من هذا العام. هل تعتبر هذا رد؟ طبعا هو سبق حديث إيران اليوم. نعم، يعني وهذا متوقع من السعودية أن يتم التأكيد على ذلك، ولكن الحقائق التي رأيناها خاصة خلال الأسبوعين الماضية، عادت الضغوط وفرة المعروض لتشكل ضغط على أسعار النفط من بعض المصدرين حتى من شمال أفريقيا ومن غرب أفريقيا، بدأوا يعطوا ديسكاونتس للفيزيكال ديليفري من النفط، وهذا إشارة على أنه يعني يجدون صعوبة في إيجاد مشترين، فلذلك يعملوا ديسكاونت عن أسعار الفيوتشرز التي نراها للحفاظ على الماركت شير بالنسبة لهذه الدول. فهذا توقع خلال أشهر الصيف المزيد من الضغوط سوف تأتي على النفط، وربما نرى تراجع، لأن أيضا المصدرين الغير تقليديين رجعوا يعني قاربت على 70، فمن الواضح أنهم مرتاحين على هكذا أسعار. فإذا كانت هي النية إخراجهم، فإذا لا نريد، المفروض يعني أسعار النفط لا تكون على هذه المستويات الآن. على أي مستويات من المفترض أن تكون؟ يعني نايمكس يرجع 50 مثلا على الخمسينات، وأيضا برنت عليه أن ينخفض على الأقل 10 دولارات من الآن، حتى نرى ربما إغلاق منصات أخرى اللي هو للنفط الغير تقليدي. نعم، إذا أنت تتفق أنه لن يكون هنالك أي تغيير في كمية الإنتاج، لكن الحصص هي التي سيتم ربما التطرق لها، سواء كان اللي تجاوز حصته بسبب طلب السوق لغياب الدور الإيراني أو حتى الليبي وغيرها بسبب الأوضاع الجيوسياسية. لكن أتحدث الآن ربما عن من يجد أنه فرص النفط في الاستمرار في المنطقة الحالية كسعر المتوسط 58 دولار تحديدا، هل تعتقد انتهينا من الأربعينيات نحن؟ كله يعتمد، يعني احنا تعلمنا في السابق، ما حد اثبت انا واقول هذا الشيء، خاصه الفولاتيليتي ما زالت موجوده، التذبذبات ما زالت موجوده، اذا فعلا خاصه اذا كان هناك تباطؤ في نمو بعض الاقتصاديات العالميه ابرزها الولايات المتحده، الصين اذا استمرت وتيره التباطؤ، هذه كلها سوف تشكل ضغوط اضافيه على أسعار النفط، وممكن نرى انخفاضات سريعة
لأسعار النفط في فصل الصيف. بالرغم من التباطؤ الاقتصادي في الصين، إلا أنه سمعنا سابقا عن طلبات إضافية من قبل الصين للنفط، والسعودية قامت برفض مثل هذه الطلبات. يعني الصين تحاول أن تعزز مخزونها من النفط الاستراتيجي، حالها كحال اقتصاد أصبح قوي مثلها من مثل الولايات المتحدة يعني. ولكن أيضا ليس إلى ما لا نهاية، يعني قدرة تخزين النفط أيضا له نهاية. البعض الآن يستعمل الناقلات ساعة التخزين لا تسعفهم كثيرا لتخزين النفط أوفشور يعني في البحر، ولكن نعم. أيضا أصبح أجار الناقلات غالي جدا. نعم، سنترك الأوبك حتى يعني أنا كثير من الجلسات نتحدث عنه. قبل افتتاحية الأسواق الأوروبية، ما الذي تتوقع المؤشرات باعتقادك الأخير التي صدرت؟ وضع اليونان كيف سأثر افتتاحية اليوم؟ نعم، مزيد من القلق. أتوقع الآن الأسواق في انتظار الأرقام التضخم من منطقة اليوروزون، إذا كان هناك تحسن ربما حيساعد اليورو ومعناتها خطط الإي سي بي الماضي فيها تؤتي أكلها. إذا كانت ما زالت عليها ضغوط نرى انخفاضات جديدة بالنسبة لليورو، ولكن كما تفضلت مشكلة اليونان تبقى هي الضاغط الأكبر على عدم استقرار. سمعنا عن اجتماع طارئ في برلين ما بين رئيس الفرنسي ورئيسة بنك الاي ام اف وميركل، هل يا ترى فعلا حيصلوا الى اتفاق قبل يوم الجمعه؟ هذا ما سوف تنتظره الاسواق. مع اقتراب استحقاق سداد اليونان لمليار و600 مليون يورو، سنتابع التفاصيل معك سيد علي، ولكن بعد ان ننتقل واياك مشاهدينا الى هذا الفاصل. إذا نعود إليكم مجددا مشاهدينا، وأيضا نعود إليك سيد علي، أرحب بك من جديد. استحقاق اليونان لمليار 600 مليون يورو تقريبا في الخامس من الشهر الحالي، وأيضا تنتهي أجل خطة الإنقاذ المالية الحالية المدعومة من منطقة اليورو مع نهاية هذا الشهر. ما المتوقع والسيناريو الذي سيحدث مع انتهاء هذا الشهر؟ نعم، يعني لذلك احنا نرى هذه الاجتماعات الطارئة في برلين. طبعا هو يوم الجمعة الاستحقاق 380 مليون يورو فقط، هو مجمل ما عليها أن تدفعه في شهر 6 مليار ونصف مليار يورو. فقولي ل 300 مليون و 380 مليون مو مشكلة، يعني ممكن يدبروها من رواتب التقاعد إلى آخره، ولكن كيف حتأتي بالباقي؟ وفي شهر 7 عندك كمان 4 أو 5 مليار سدادات ما بين أقساط للـ IMF وأيضا دفعات للسنة. وفي شهر 8 عندك أيضا ما يقارب الخمسة أو ستة مليار، يعني تقريبا 16 مليار من هنا إلى نهاية الصيف. فهذه هي المشكلة التي تواجه اليونان، والسؤال كيف سوف تأتي بذلك حتى لو دفعوا لها 7.2 مليار دولار. نعم، لكن أيضا لدينا يوم الخميس، لا تنسى اجتماع الإي سي بي أو المركز الأوروبي. باعتقادك هل دراجي مستعد لأن يقول أنه الآن نحن مستعدين للتوسع في برنامج التيسير الكامي، أم ليس هذا ما ننتظره هذا الخميس؟ لا أعتقد أنه سوف يكون هذا الخميس، خاصة إذا البيانات اليوم بالنسبة للتضخم كانت مثل المتوقع أو هناك تحسن بالتضخم. عادة ما يعطي شهرين أو ثلاثة لأي توسيع بخطته، ولكن هذه مطروحة أيضا، وأنا ذكرتها في السابق أنه أحد الأساليب المذكورة أو المطروحة للإي سي بي أنه يتوسع بعملية شراء السندات حتى ممكن يخفض الفائدة مرة أخرى، فيستطيع أن يشتري السندات ذات العوائد السالبة. طيب، دعنا نذهب وإياك إلى آسيا. انخفاض الين يأدنى مستوياته تقريبا منذ 12 عاما أمام الدولار بفعل بعض البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي القوية، أعطت دفعة تشجيعية للأسواق اليابانية بالارتفاع، كيف تعلق على الوضع بشكل عام؟ نعم، يعني هم من الواضح الأسواق تتوقع أنه سياسة كورودا وشينزو أبي تستمر في دعم الاقتصاد وفي دعم الطلب الداخلي وتشجيع المستهلك الياباني للإنفاق، وأيضا انخفاض الين أمام الدولار أيضا يساعد شركات التصدير، فكل هذه مقومات جيدة، لذلك نرى هذه الارتفاعات في الأسهم اليابانية على الفترة الأخيرة حقيقة. نعم، في أستراليا البنك المركزي الأسترالي يقوم بتثبيت أسعار الفائدة، يبقيها على مستوياتها الحالية على 2%. باعتقادك لماذا البنك الأسترالي حذر جدا في هذه الفترة تحديدا من أن يقدم على أي حركة تتعلق بأسعار الفائدة؟ يعني في الوقت الحالي يريد أن أولا ينظر ما إذا كانت هناك
هناك أي تحسن في الأداء الصيني أو ارتفاع في الطلب خاصة الشريك الأول له بالتأكيد يعني. يعني هو الاقتصاد الأسترالي متأثر جدا بما يحدث في الصين، خاصة على طلب الصين من المواد الأولية وما شابه ذلك. فأيضا يريد أن يبقى تحفظ بعض الشيء بالنسبة لأسعار الفائدة حتى لا يعني يكون هناك قلق في الأسواق في الوقت الحالي. نعم. فيما يتعلق بوضع الصين، عندما نقول أن هنالك مخاوف بأنه الصين بدأ السوق الأسهم فيها بتقديم تراجعات بعد أن تضخمت فيه الأسعار نعم. كثيرا، إلى أي مدى ممكن يستمر التراجع في السوق الصيني، ومدى تأثيره على وضع الاقتصادات وثقة المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية؟ يعني إحنا ما وجدناه في الفترة الأخيرة هناك يعني شغف على الأسهم الآسيوية يعني الصينية بالتحديد، إذا كان شانغهاي ولا هونغ كونغ، وذلك السبب الرئيسي في ذلك توقع المستثمرين أنه يستمر بنك الشعب الصيني في تقديم التحفيزات والتيسيلات يعني سياسة التحفيز والتيسيل هناك، وذلك لدعم الاقتصاد ولدعم تحقيق النمو الذي يريده أن يكون فوق 7.5% هو الهدف المستهدف لهذا العام، وهذا من طبيعته أن يرفع الأصول. يعني لذلك احنا رأينا هذا الارتفاع في الأسهم، رأينا كم هائل من الحسابات الأسهم الجديدة تفتح خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الصين، وهذا بالتأكيد يعني يبرز إلينا مخاطر أنه هناك فقاعة تتولد في الصين. ونشكرك سيد علي حمودي رئيس تنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية، شكرا لك على هذه المشاركة.